دائما مثل هاي الاحداث مثل هاي المحافل والمهرجانات خاصه مهرجان العلوم الذي هو اساس الذهاب للفضاء. رسالتي اليوم اللي واللي بقدمه للجميع هنا واللي شفته هو صراحه نوع من الانبهار. انبهرت بكميه الطلاب الموجودين بشغفهم طموحاتهم، وكنت جدا سعيد اني اشارككم التجربه اللي خضتها على متن محطه الفضاء الدوليه، من تجارب علميه، من مشاركه رواد الفضاء من مختلف الخلفيات مختلف الدول طبعا. واهم شيء ان نحن اللي نقوم في محطه الفضاء الدوليه يعود بالمنفعه البشريه هنا على الارض وفي المهمات المستقبليه ان شاء الله. سعيدين بوجودنا اليوم هني، شاركنا الطلبة تجاربنا خلال مهمة دولة الإمارات الأولى في الفضاء. صراحة سعيد أن نشارككم الأشياء اللي اكتسبناها، سواء الأمور التقنية اللي شفناها، العلوم والأبحاث العلمية اللي شاركنا فيها. حاولنا نوصل رسالة لهم أنه ما في شيء مستحيل. هم الآن في مرحلة بعد المدرسة راح يحددون توجهاتهم، نحثهم على سلك منهج ربما يكون مفيد جدا، اللي هو الاستم للعلوم، الهندسه، الرياضيات. هذه كلها راح تفيدهم بالمستقبل لاختيار مهنه المستقبل. اخذنا جوله داخل المعرض اللي مسوينه، صراحه شيء يبهر، شيء يعني يدعو للافتخار. عمر في مثل هالعمر يعني في طلبه مدارس عندهم ابداعات ومساهمات بهالطريقه، شيء يدعو للمفخره صراحه.